يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم دايما في السادسه قبل 24 ساعه من مواجهه مصر والكاميرون و72 ساعه من مواجهه الاهلي يوم وما اخبيش على حضراتكم الحقيقه رغم احساسي الشديد بالسعاده لوصول المنتخب الوطني للدور قبل النهائي وقبل وصوله للدور قبل النهائي بالمستوى والاداء والروح والشخصيه اللي ظهر بيها المنتخب في اخر ماتشين ورغم سعادتي برضو بظهور النادي الاهلي في مونديال الانديه كاس العالم للانديه المناسبه اللي بقت عزيزه قوي على قلوبنا كمصريين وكأهلوية للمرة الثانية على التوالي إلا أن أنا ما أخبيش على حضراتكم في إحساس إلى حد ما بالمرار في إحساس شوية بالعجز والعجز هنا ملوش علاقة لا بالنادي الأهلي ولا بالمنتخب العجز هنا مرتبط أكتر بالإدارة المسؤولة عن تنظيم المسابقات هنا حقيقة أحط المسؤولية في المقام الأول والأخير على الفيفا اللي ما كانش ممكن يجرؤ أن يكرر السيناريو اللي حصل مع الأهلي ومونتري والاثنين الحقيقة تعرضوا لظلم جديد جدا في البطوله مع بطل اوروبا مثلا يعني لو تشيلسي كان غايب عنه خمس او ست لعيبه كان بالتاكيد موقف الفيفا هيكون مختلف تماما عن موقفه مع الاهلي ومع مونتري وما اقدرش ابعد كمان اللوم عن الاتحاد الافريقي اللي كان مفترض الحقيقه انه يقوم بدوره في الدفاع عن حقوق بطل افريقيا لانه الاهلي ما بيمثلش نفسه وما بيمثلش مصر في البطوله دي ده بيمثل قاره افريقيا وكان مفترض طبعا بس احنا خلاص يعني عارفين كيف تدار الكره المصريه التصريح الاخير طبعا لرئيس اللجنه الثلاثيه احمد مجاهد مازال في الاذهان يعني مازال الجماهير المصريه فاكره كويس جدا تصريحه وهو مدرك تماما حجم المسؤوليه الملقاه عليه احنا بنتكلم على اكبر شخص او اهم شخص في منظومه اداره الكره المصريه لما يقول تصريح هو مدرك تماما تبعات التصريح ده ومدرك تماما انه مسؤول عن كل حرف فيه بس طبعا حضراتكم عارفين لا في حد بيحاسب ولا في حد بيقول لحد انت عملت ازاي كده او عملت كده ليه؟ وممكن تكون نتيجه ده وعواقبه ايه؟ وياما الحقيقه سمعنا حاجات كتير وتسريبات كتير واعترافات لناس كتير جدا ومحدش فيهم للاسف الشديد جدا اتحاسب. اللي حضراتكم شايفينه على الهواء مباشره ده فرقتنا ابطالنا ابطال افريقيا وابطال مصر وهم في طريقهم لملعب التدريب عشان يلعبوا او يتمرنوا لتاني يوم على التوالي والنهارده طبعا موسيماني بيغيب لانه مسحته ايجابيه وتم طبعا عزله ومش هيكون موجود في مران النهارده